موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن مجاهد قال: نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا في من قتل ببدر وأحد مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وفي بطونهم الخمر. عن عبد الله قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم. إسناده فيه ضعف. عن قتادة قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله: والله يحب المحسنين، لما أنزل الله تعالى ذكر تحريم الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب قال: في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصيب فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونها، فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة. فأنزل الله تعالى ذكره: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم حرمت بعدهم، فلا جناح عليهم في ذلك. عن ابن عباس قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قالوا: يا رسول الله، ما نقول لإخواننا الذين مضوا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني قبل التحريم إذا كانوا محسنين متقين. وقال مرة أخرى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من الحرام قبل أن يحرم عليهم إذا ما اتقوا وأحسنوا بعدما حرم، وهو قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
ابن عباس قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني بذلك رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، فلم يكن عليهم جناح قبل أن تحرم، فلما حرمت قالوا كيف تكون علينا حراما وقد مات إخواننا وهم يشربونها. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يقول ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن حرمتها، قبل أن أحرمها، إذا كانوا محسنين متقين، والله يحب المحسنين. عن مجاهد في قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لمن كان يشرب الخمر ممن قتل مع محمد صلى الله عليه وسلم ببدر وأحد. عن الضحاك قال هذا في شأن الخمر، حين حرمت سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في الآيات من أولها، يقول تعالى ذكرنا هي عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرسل منقطع بين محمد الباقر وعلي رضي الله عنه، إن محمد ابن زيد ابن زين العابدين ابن الحسين، فبينهم يعني مدة. عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. الجوز ده بيلعبوا اللي هو عين الجمل المكور، يعني بيلعبوا بيه بيلي من زمان، لو لعبوه بيكسب كل واحد جوزة واحدة بلية يعني يبقى قمار. روي عن راشد ابن سعد وحمزة ابن حبيب مثله، وقالوا حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. الكعاب اللي هي الكعبة المكعبات الموسومة اللي هي الزهرة، الكعاب اللي مش أي مكعبات طبعا، مكعبات اللي هي بيشكلوا بها أشكال ونحو ذلك مثلا ويرتبوها ليست من هذا الباب، هذه فيها تنمية المهارات والذكاء، لكن اللي هي مبنية على الزهرة والحظ والمكسب والخسارة بناء على ذلك، هو في الحقيقة إن هذه الألعاب المشكلة الأساسية فيها أنها تغرس الأمراض المتعلقة إما بنفي القدر كما في الشطرنج، أو بالجبر كما في النرد بأنواعه المختلفة بأنواع
ألعاب الحظوظ. فلذلك لابد من يعني تعويد الأولاد ترك ذلك، عشان الشبكة وحش. يقول أن هذه الألعاب يلزم أن يعود الأولاد على تركها، لأنها تغرس أمراض، إما نفي القدر كما في الشطرنج، تعود الأولاد على أمراض الاعتقاد الفاسد كنفي القدر في الشطرنج والنرد في والجبر في النرد. لذلك جعل السلف هذه الألعاب
كما سبق من كلام مجاهد ولو بالصياح، يعني اللي يكسب يصيح له، أو بأن توضع على رأسه ريشة فهذا من الميسر. ها؟ لأن الزهرة بترغمك على حاجات لا دخل لك بها. لما ترمي النرد، لما ترمي الكعاب الموسومة دي، المكعبات اللي عليها علامات، بيلزمك انك تتحرك على ما حدث من امر ليس لك فيه شيء دخل. فانت حياتك كلها مرسومة على نصيبك وحظك العشوائي، او اللي هو السابق. انت بتمشي على حاجة سبقت بدون تدخل منك، ان هو لما يجيله شيش بيش مثلا ولا اي حاجة لازم يتحرك في حدود الايه، الرقم اللي طلع له ده. وكذلك في شكوتشينا وكذا في الدومانو، لانه كله بيبقى مقلوب على وشه، ما يعرفش اختار اي حاجة وهو زي ما تطلع بقى معاه. واما الشطرنج فبيبقى الانسان كل الخطوات هو اللي بيعملها، فلا دخل له بالقدر. كلا الامرين مرض. الاولاد ينبغي ان يعلموا الالعاب الرياضية والمعلومات المفيدة، المسابقات التي تكون على شيء نافع. قال: وقال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري عن الأعرج قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. يعني الناس مثلا شركة في مال او في ثمار او في لحم جزور، في لحم ناقة او نحوها مقطع، يقوم يجيبوا السهام بتاعتهم اللي هي الاعواد ده، هي اللي كل واحد مكتوب عليه اسمه ومتعلم عليه علامة من واحد لسبعة، يا فذ يا توأم، يا الفذ ده اللي هو ياخد نصيب واحد، والتوأم ياخد نصيبين، والاسماء لغايه الايه، لغايه السبعه، كل واحد له اسهمه، يحطوها في جعبه وبعدين يديروها، يعني زي ما الناس بتعمل كده في الدومينو، يخلطوها ببعض، وبعدين من الجعبه دي يخلي في سهم واحد بس، مكان سهم واحد بس اللي يطلع، ويقلبوا الجعبة يوم يطلع سهم واحد وحاطين فيها حاجات غفل فاضية. اللي يطلع غفل بتاعه اللي مكتوب عليه اسمه وهو غفل يدفع، واللي يطلع له سبعة ياخد سبع أنصبة. هم بيقسموا الجزور على 28 اللي هي عدد السهام بتاعت كل، اللي هي واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة، مجموعهم يطلع 28. وكل واحد يعني سبعة زائد ستة زائد خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة، فيقوم هم يقسموا تمن الجزور اللي هياخد يبقى تمن الجزور بينهم مثلا، أو تمن الجزور هيطلع على اللي طلع غفل، واللي هياخد اللحم ده مين؟ ده اللي هو طلع مثلا سبعة، سبعة أنصبة، أو التاني ياخد ستة، لغاية ما تخلص تمن الجزور ويبقى تمنها يا إما عليهم يا إما على اللي هو طلع غفل، بطرق مختلفة. الظاهر اختلاف الناقلين لذلك تلك الطرق، يعني نتيجة طبعا أنها انقطعت على بال ما سجلت في الكتب، فكان الأمر ده. ويبيع بقى يقول له مثلا أنت هنعمل مثلا شاتين وحتة لحمة، واللي يطلع بالأسهم نصيبه ياخد الشاتين ياخد الشاتين، والتاني ياخد حتة اللحم، يعني قطعة لحمة مثلا والتانية شاتين، يعني هيبقى مبلغ فرق كبير.
في الأموال والثمار يبقوا ناس شركة مثلا، يوزعوها ازاي؟ زي شركة الاستثمار كده يعني. المفروض ان هو الامر ده مجموعة جيم، ان الناس كسبت طبعا، هذا معاه كسبة من حرام يعني، بس لو ناس كسبوا مع بعض شركة وبعدين قالوا هنعمل قرعة، مين اللي ياخد نصيب 7 تنفار ومين اللي ياخد نصيب 1 ومين اللي ما ياخدش خالص، وهي اموالهم. فالاموال والثمار كانوا يعني مسألة الضرب بالقداح، والقداح دي الاعواد اللي مكتوب عليها اساميهم واللي مكتوب عليها علامات لكل واحد، ده علامة واحدة الى 7 علامات، وبناء على ذلك يقسمون، ليس بالعدل، ليس بما شرع الله عز وجل. طبعا اللي طلع له نصيب كبير ده بقى يطعم الفقراء ويفتخر على الناس بذلك من اموال الاخرين، وده المنافع اللي كانت في الميسر. مش ربنا قال في الاول فيهما اثم كبير ومنافع للناس، انهم كانوا لما بيشهدوا بقى التقسيمة دي يوزعوا على الفقراء، واللي طلع له نصيبه يؤكل الفقراء، يبقى الفقراء ينتفعوا في ذلك. لكن هذا طبعا محرم، العدل واجب والنفقة على الفقراء مشروعة. الطريقة اللي مذكور بيع اللحم بالشاة والشاتين اللي مذكورة هنا زي ما قلنا على سبيل القرعة، لكن بيع اللحم بالحيوان من جنسه ده عموما بعد كده ورد نهي تاني عنه اللي هو انه من الربا. قال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. البعض قد يقول طب ما الصلاة من ذكر الله، فلماذا خصها؟ ده من باب عطف الخاص على العام، ده دليل على ان في ذكر الله واجب غير ذلك، مثل ذكر الحلال والحرام وذكر عقائد الإيمان وذكر الأخلاق الواجبة ليتعلمها الإنسان ويحصلها، وذكر العبادة يعني طلب العلم واجب، وذكر الله الذي يحيي قلبه بدلا من الغفلة واجب. فهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل هذا من ذكر الله. يبقى احنا يقول لك أنا مش هيأخرني عن الصلاة، هيأخرك عن الصلاة. طب وبعدين عندك انت واجبات أخرى ولا لا؟ عندك واجبات في العلم ولا كل اللي بيقعدوا على القهوة يتعلموا الواجب عليهم، وكل اللي بيلعبوا دومن وشطرنج وهذا هل دعوا إلى الله عز وجل؟ حققوا واجب الدعوة؟ هل أنفقوا على أهليهم وعيالهم؟ لأن من الواجب عليهم أن ينفقوا على أهليهم وعيالهم. يقعد يصرف في الألعاب دي وأمواله ولا يطعم أهله وعياله ما وجب. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. حديث غريب. قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال هذا حديث باطل، وهو عن علي بن زيد وعثمان لا بأس به. يعني لما يوقف عن علي بن يزيد، عن علي بن يزيد يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الكعاب زي ما قلنا المكعبات الموسومة اللي متعلمها من 1 لـ6، وزيها المستطيلات الموسومة وزيها أوراق، لأن البعض بيسأل طب بدل الزهرة هنحط أرقام. طب هو الشرع لا يلتفت إلى ذلك، إن المرض حاصل. قال وكأن المراد بهذا هو النرد. قال ابن كثير كأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد به الحديث في صحيح مسلم
عن برادة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد. وفي موطأ مالك ومسند أحمد عن أبي موسى وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هنا ده محرم سواء كان بقمار أو غير قمار، لأنه قال من لعب، لكن القمار ده كان يتكسبون منه. وروي موقوفا على أبي موسى من قوله، هو حديث حسن. وروى الإمام أحمد أنه قال عن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. فيه راو مجهول. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.